البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح يسوع ربنا، ونحن أيضا عبيد لكم من قبل يسوع، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أضاء في قلوبنا نور معرفة مجد الله بوجه يسوع المسيح. ولنا هذا الكنز في أوان خزفية، لكي يكون فضل القوة لله لا منا، محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطرودين لكن غير ساقطين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في أجسادنا كل حين إماتة يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا، لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا الذي سيموت. فالموت إذن يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم. وفينا هذا الروح الذي للإيمان حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم، لأن جميع الأشياء كانت من أجلكم، لكي تكثروا النعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لمجد الله. لذلك لا نمل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفسد فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي، ونحن غير ناظرين إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى، لأن الأشياء التي ترى هي وقتية، وأما التي لا ترى فأبدية، لأننا نعلم أنه إن نقض بيت مسكننا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت أبدي غير مصنوع بيد، لأننا في هذا نئن مشتاقين إلى أن نلبس مسكننا الذي من السماء، وإن لبسناه فلا نوجد عراة. فإننا نحن السكان في هذا المسكن نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعه بل أن نلبس فوقه، لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله، الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ما دمنا هنا في الجسد فنحن غرباء عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، فنثق ونصر بالأولى أن نخرج من الجسد ونمضي إلى الرب. من أجل هذا نحترس أيضا مقيمين كنا في هذا الجسد أو خارجين عنه، لنكون مرضيين عنده، لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام منبر المسيح لينال كل واحد كالأعمال التي عملها بالجسد، خيرا كانت أم شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا له ظاهرين، وأرجو أن أكون ظاهرا في ضمائركم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاس لكم. فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أيها العبيد كونوا خاضعين لسادتكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للآخرين المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة. إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم،
لأن ما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون، لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذ تألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشب بجسده لكي ما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسقف نفوسكم. كذلك كنا النساء أيضا فليخضعن لرجالهن، حتى وإن كان البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وعلى هذا فلا تكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب هي زينتكن، بل الإنسان الخفي في القلب في الروح الهادئ الوديع العديم الفساد الذي هو قدام الله كثير الثمن، لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها بنات صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات معكم نعمة الحياة بأي نوع، لكي لا تعاق صلواتكم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا. أمين. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود، كيف لم أخف شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وسقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء، ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم
ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته. لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها: إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. يا حبايبي 11 بابا أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة تنيح الأب القديس الأنبا يعقوب بطريرك أنطاكيا في سوريا، وفي حياته قابل متاعب كتير من أتباع أريوس اللي تعاليمه خطأ في العقيدة الأرثوذكسية، ودي الكنيسة تسميها بدعة أو هرطقة، ونفوه بعيد عن مقره 7 سنين لغاية لما تنيح بسلام. بركة صلواته تكون معانا. أمين. وكمان زي النهاردة من سنة 176 للشهداء اللي بتوافق سنة 460 ميلادية تنيحت القديسة بيلاجيا التائبة. اتولدت في أنطاكيا بسوريا من أبوين وثنيين، وكانت عايشة في الخطية وجمعت منها أموال كتير. وفي يوم قابلها قديس اسمه الأنبا نونيوس أسقف الرها بعيد عن سوريا، وقال لها: انت تعرفي مين هو السيد المسيح؟ قالت له: لا، مين هو؟ قال لها: هو اتولد من العذراء مريم وعمل معجزات كتير وقوم ناس بعد لما ماتوا بقوته علشان هو ربنا، واتصلب من اجلنا وقام من الأموات بقوته علشان هو ربنا، وانتصر على الموت، وإحنا كمان أعطانا انتصار على عدو الخير اللي عاوزنا نعمل الخطية. قالت له: أنا عملت خطايا كتير وعاوز أتوب،
ممكن ربنا يسوع المسيح يقبل التوبة؟ قال لها طبعا، لأنه صحيح بيكره الخطية، لكن بيحب الإنسان الخاطي وعاوزه يتوب. قالت أنا آمنت بالسيد المسيح ربنا، واعترفت بخطاياها لربنا قدام الأب الأسقف وعمدها واتناولت، وعاشت حياة التوبة وجهدت في النسك والتقشف لدرجة إنها لبست ملابس الرجالة وراحت أورشليم وقابلت القديس ألكسندروس البطريرك وعرفته حكايتها، فأرسلها لدير للرهبان قريب من أورشليم، وبقى اسمها الراهب بيلاجيوس. عاشت حياة الصلاة والصوم والعبادة والنسك الشديد لمدة 40 سنة، وبعدين عاشت في مغارة 3 سنين وتنيحت بسلام، واكتشفوا إنها راهبة مش راهب بعد نياحتها، ودفنوها بإكرام جزيل. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. فليرفعوه في كنيسة شعبه، وليباركوه في مجلس الشيوخ، جعل أبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها، فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها، والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه، لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا، الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج
ويجدوا مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي، وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا. وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد. والمجد لله دائم.